مادامية حضرت بدات شهادة طبية اللي باش برت الغياب في قانون الشغل وما قداش تخدم ماشي معناها ما تجيش. قال النقاش فيها شهادة طبية مش شهادة طبية لا مزور تزور هو تغيير الحق بسوء نية. أول تالي كانت شهادة طبية ما كتسمى الزور سات مجاملة. وهذيك السيدة مريضة كتعاني كضحية آلام نفسية أو انهيار من جراء ما تعرضت لهم الجريمة. الناس كيتضروا من المجتمع يقدر كان اللي كيتحمل كان اللي ما كيتحملش. كان اللي وقع له غير مشكل راه يبقى ما يتحملش يقعد سيمانة مريض. كان اللي تسرق له يوقع له شي واقع أكسيدون عادية شهر ما يسوقش. دونك هادشي كله ما لا الهضرة دابا عندك حق الدفاع. أنا كندافع من حقي ندافع ولكن ما نمسش لا بالمتهم لا بالضحية. أنا كدافع المتهم. المتهم عنده كرامته مصونة يفترض فيه البراءة. الضحايا تاهما الكرامة مصونة. الدستور حتى ما يمكنلكش تمس أي واحد في كرامته تحت أي الذريعة. دونك الكرامة محفوظة للجميع متهم وضحايا. ما يمكنليش ندافع وتحت غطاء الدفاع نصيفط واحد الهجوم مبطن كيف ما كان حميهم أطراف وهما الحلقات ضعيفة بالنسبة لهم نهارين سيما هذا النوع من الجرائم في هذا المجتمع في مجتمع ذو طبيعة أو مجتمع إسلامي عربي اللي عنده هذه الجرائم نوع فيها من الحساسية. هذا هو المشكل. وثاني جميع الحوايج شفت الطب شنو فيها حضرت إذا كانت مزورة قالوا مدوا روح اشكيو حضروا شي حاجة ديروا اللي بغيتوا ولكن المحكمة ما عندهاش تزوير. المحكمة عندها جرائم كتعلق بالتبييض بسميتها تجارة في البشر اغتصاب محاولة اغتصاب بتلنا في هذا الموضوع. علاش هي حضرت ومن بعدها وافترضنا كاع مزورة ما مزوراش داك الشيء اش معاه علاقة بهذا الموضوع. بقى النقاش دخلنا في واحد السن من النقاش اللي ضيعنا فيه الوقت وهذا أقل ما يقال أن فيه سوء تدبير الزمن.